الشيء الآخر هو عن الكيو آر إس. المركب الكيو آر إس يجب أن لا يتجاوز 110 ملي ثانية، يعني أقل من 3 مربعات صغار من بداية الكيو وحتى نهاية الإس. المركب هذا هيك بنقول عنه، لأنه في بعض التظاهرات انحسارات الأبصار وما شابه نشوف المركب عريض، وراح نشوف هذا الشيء اليوم نحن من خلال وقت نحكي عن خارج الارتباط المميزية بشكل عام. إذا الكيو آر إس النمط الطبيعي اللي عم يصير في سير طبيعي للنظم من الرئتين عبر حزمة فيس إلى الرئتين يكون لا يتجاوز 110 ملي ثانية بشكل عام، أو أقل من 3 مربعات صغار. الحكم الثالث يقول إنه الكيو آر إس يجب أن تكون إلى الأعلى في الواحد والاثنين. يعني محصلتها الكيو آر إس بالواحد والاثنين النظاميات لازم تكون أبرد، لأنه إذا كانت لتحت بيكون في عندنا خطأ بوضع الإلكترودات. عرفت شلون؟ هي كثير بنكشفها. كثير شيء سيء إنه يجيني تخطيط شايفه طبيب ويكون تخطيطه بسبب غلط. الإلكترودات إذا حطينا اليمين محل اليسار واليسار محل اليمين بالأطراف يقوم يطلع عندي هون سلبي هون أو هون. هذا ما بيصير بتخطيط القلب الكهربائي الطبيعي. بيصير بشرطين، إذا حطينا الإلكترودات غلط أو إذا كان عند الشخص قلب على اليمين. عرفت شلون؟ نحن عملنا التخطيط على اليسار. يمروا معنا باختصاصنا عندنا مثلا مريضين أو ثلاثة، ممكن شيء 5 مرضى يجوا عندي أنا من 10,000 مريض موجودين بالطبير عندي، هن قلبهم على اليمين. هدول صدفة انكشفوا وصاروا يعرفوا إنه قلبهم على اليمين، بصير نحن نعمل نفس التخطيط، بس شو بنساوي؟ نحط الإلكترودات بالعكس. عرفت شلون علي؟ هذا المريض بعد إذا الكيو آر إس كومبلكس ثلاثة بتكون دومينانتلي بأبرايت بالليد واحد والاثنين. الحكم الرابع بشكل عام بيقول إنه الكيو آر إس والتي بتكون عادة بنفس الاتجاه في اللمب دايركشن اللي هن الواحد والاثنين والثلاثة والأبي آر والأبي إل والأبي إل. يعني إذا كان الكيو آر إس هون كلهم شوفوا كلهم إيجابيات ما عدا الأبي آر عم بيكون سلبية، دي كمان عم تلحق. عرفت شلون؟ إذا الدي بتلحق الكيو آر إس بالاتجاهات هذول اللي حكينا عنهم الخاصة بالأطراف بشكل عام. الحكم الخامس أو الرول الخامس له علاقة بحساب المحور. بشكل عام أنا وقت بدي أحسب المحور معناتها أنا عم بحسب محصلة الكيو آر إس. مثل ما قلت لكم الشيء النظامي مثل دايتون يقول بالواحد والثلاثة أو الأفضل واحد واثنين وثلاثة، لكن نحن حتى ما نعقد الأمر حتى نحن وقت كنا بالدراسات قلنا نحسبه بالواحد والأبيض لأنه اثنيناتهم متعامدين. وبالتالي أنا إذا حصلت محصلته على هذا طالع المحصلة سهل علي إني أعمل محصلة بشكل عام. لاحظوا عم بيكون كيف الطبيعي وكيف متجه إلى اليمين وكيف متجه إلى اليسار بشكل عام. إذا الواحد والأبي إف بشكل عام هذا بما يخص المحور بشكل عام. الحكم السادس بيقول عن الآر والإس. الآر تتطور تدريجيا من في واحد إلى في أربعة، بعدين بتنزل من في أربعة لفي ستة. يعني أكثر شيء إلها عم بيكون من في أربعة، هذا الشيء الصحيح لأنه في أربعة بتكون في عندك قمة القلب أو قمة البطن الأيسر بشكل عام. بينما العكس الإس عم تتطور تدريجيا من في واحد إلى في ثلاثة، وبعدين بتبلش تختفي من في ستة بشكل عام. بتنقط لحد ما تختفي في البيست. هذا الامر مثلا بكره بس تصيروا تشوفوا احتشاء امامي مثلا، اهم تظاهرات الاحتشاء الامامي بالمراحل المتاخره انه قليله التطور بالاتجاهات الاماميه، يعني ما بنلاقي تطور بشكل صحيح. فهذا الحكم هام اللي هو تطور وتطور اس بشكل عام. السابع هو انه الاشتي
لازم تبلش ايزو الكتريك. يعني ايزو الكتريك معناتها على خط استواء الفلتر مان. وهذا اذا بتتذكروا نقطه جي. نقطة جي اللي هي بتطلع لي تزحل الاستي نحو الاعلى ونحو الاسفل. ما نتفضل الاحتشاءات هلا، ممكن يصير معنا بعدين السنه الثالثه نحط اضطرابات نظم او خفض غير طبيعي بعدين. ما عدا بالبي واحد والبي اثنين ممكن انها تكون مرتفعه قليلا. اذا الاستي عم تكون بتبلش هي ستارتها ايزو الكتريك على خط استواء ما عدا بي واحد وبي اثنين بشكل عام. بتقبل انا انها تعمل لي اللي بيتت. هلا هون يعني مثلا بيجي طبيب بروح مريض بخطط المشفى بيقوم بيشوف الاستي شوي مرتفع على بي واحد وبي اثنين بيقول المريض معك احتشاء بكركبه. اذا ما كان في شيء الواحد بتكركب نفسيا. ففي امور بسيطه يعني نحن اذا عم نقصد المقصد الحسن، المقصد الحسن انه هو ما بيعرف. اما اذا كان بيعرف وبيحرف مش بيعويصه. عرفتوا كيف علي؟ وبصير هي القصه انه حدا بيستفيد من حدا ماديا بيحوله لحدا يعطيه مصاري عليه او شيء عم يصير. فهمتوا كيف علي؟ انا ما بتمنى تصير معكم ولا مع حدا فيكم، لكن عم شوفها مع مقيمين مع ناس ثانيه بيكون تخطيط طبيعي. بيروح بيقول له للمريض عندك مفصليه. في شغلات بتخلي الواحد يقول انه مستفيد. عرفتوا كيف علي؟ يعني انا نقطة شيء إذا كانت مرتفعة هون أو هون أو مستي هون وهون ما بحكي فيها بعين الاعتبار إذا ما كانت موجودة هون وهون. طبعاً كثير أحياناً بنشوف الطيب ثلاثة مقلوبة. إذا ما كانت بالآر بالاثنين والإف مقلوبة ما بنحكي بالاحتشاء السفلي أو مقصد التروية السفلي بشكل عام. يعني لازم تلحق الاتجاهات الثانية الخاصة فيها. الحكم الثاني بشكل عام بيقول البي ويب. البي ويب لازم تكون الى الاعلى من واحد والاثنين ومن الاثنين للرشده، انتبهوا عليها بالواحد وبالاثنين ومن الاثنين للرشده بشكل عام. لازم تكون البي ويب الى الاعلى بشكل عام. ابرايت. الحكم التاسع بيقول انه ما في عندي كيو او كيو صغيره دائما اقل من 0.04 ثانيه في الواحد والاثنين والاثنين لفيجيتين. حكينا في بعض الجهات ما في كيو. هذا حكم من الاحكام مو شرط يكون موجود الكيو. عرفتوا كيف علي؟ اذا ما في كيو او تكون كيو صغيره يعني اقل من 0.04 ثانيه يعني اقل من مربع صغير بالواحد والاثنين والاثنين لفيجيتين. الحكم العاشر بيقول انه البي ويف يجب ان تكون الى الاعلى بالواحد والاثنين ومن الاثنين لبشتة. بالواحد والاثنين ومن الاثنين لبشتة ما نتهاون انه تكون كيو في مقلوبة. بالواحد بالبي واحد ممكن تكون مقلوبة. ها كثير من الاحيان بنلاقي الكيو مقلوبة بالبي واحد. فكثير من الاحيان او الشيء الطبيعي انها تكون مقلوبة بالار بي ال. احيانا بنلاقيها بالار بي اف مقلوبة لكن بالواحد والاثنين والاثنين لبي ستة إذا كانت مقلوبة بدنا ندور على نقص تروي. عرفتوا كيف علي؟ يعني مثلا إذا لقيت مقلوبة بالواحد تخلي بموقع الـ RBL. عرفتوا كيف؟ لأنه واحد و RBL بيعكس الجنب. إذا لقيت مقلوبة باثنين تخلي بموقع الـ RBF والثلاثة. إذا لقيت مقلوبة بالبيتنين بدي كمل بقى باقي الاتجاهات الأمامية لحتى أشوف إنه في عندي نقص تروية أو لا بباقي الاتجاهات. هدول 10 أحكام يعني شوي بلخصوا بعض الأمور عن التخطيط الطبيعي. ومثل ما بنتذكر حساب السرعة والنظم وما شابه اللي حكيناهم بمحاضرتنا العملية السابقة. أول اضطرابات النظم أنا إجيت سويت شغل حكيت يمكن عن اضطراب النظم جبت مخطط محطوط بالكتب، بعدين جبت مخطط من العياده. عرفتوا شلون؟ موجود بالعياده هذا، مريض عادي صار عنده اضطراب النظر موجود هنا. اول اضطرابات النظر الحصار للدرجه الاولى. الحصار من الدرجه الاولى كل ما فيه انه البي ار اكثر من 200 ملي ثانيه، يعني اكثر من 5 مربعات اصغر. اتفقنا نحن انه ما لازم نتجاوز 5 مربعات. عم نلاحظ نحن وقت نشوف هالتخطيط هذا
عبارة عن تخطيط منتظم. إذا حسبنا سرعته رح نلاقي 300 150 175 بين 60 و 75 أقرب إلى 60 تقريبا 65. إذا جينا لنشوف الـ VR عم نلاحظ من أول بي وحتى بداية المركبة كيو آر إس لاحظوا قديش عم تكون 5 مربعات وثلاثة من مربعات أصغر. بسيط ما في أي شيء. الـ VR طويلة. هذا على صعيد العلاج ما له علاج أو ما بنساوي له علاج، بس من على قد اللي ممكن تساويه وأحيانا بنحطه للمراقبة المهمة. إذن هذا هو الحصار بالدرجة الأولى بشكل عام. الحصار بالدرجة الأولى عم نلاحظ إنه الـ VR انتقل بصورة تانية عم تكون مثل ما حكينا أكثر من المربعات الأخرى. هاي مشان تحتفظوا فيها لبعدين تحتفظوا بالأسباب اللي هن أكثر أسباب هذا الأمر بشكل عام. ما لك فيها محاضرة. حصار القلب من الدرجة الثانية اللي هو موبيل سوال. الموبيل سوال أو بيسموه وينك الفخ. وينك الفخ عم يكون في تطاول تدريجي للـ VR حتى اختفاء المركب الـ VR أسكان. لاحظوا هون الـ VR قديش؟ الـ VR صارت أكثر 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 لحد اختفى مركب الـ VR أس. ظهرت الفيل ولكن اختفى مركب الـ VR أس اللي بعد الـ VR. هذا بيسموه وينك الفخ. هذا تخطيط لاحظوا بهذا الشكل. طبعا أنا إذا بدي أشوفه هذا أفضل شيء إني أشوفه على الستريب. بعد ما نعمل تخطيط نعمل أحيانا ستريب، يعني بيكون عندنا عدد كبير من الموجات مو ثلاثة أو أربعة على اتجاه واحد اللي هو عادة بنساوي على اثنين النظام بيستلم. هذا التخطيط فيه عم نلاحظ هون في تطاول تدريجي للـ VR وحتى اختفاء مركب كيو آر إس. هون أوضح هون واضح اختفاء مركب كيو آر إس، لكن في عنده تطاول تدريجي للـ VR بشكل عام. وهذا سليم كمان، ولكن بدنا نحط ببالنا بعض الأمور الخاصة بالأدوية. عم نلاحظ تطاول تدريجي للـ VR وحتى اختفاء مركب كيو آر إس بشكل عام. الحصار الموبتش 2 بنلاحظه بشكل عام، الحصار الموبتش 2 انه عندي انا غياب كامل لمركب كيو ار اس بشكل ثابت. مره بغيب بعد موجتين بي، مره بغيب بعد ثلاث موجات بي. اذا انا عندي حصار مؤقت لواحده او اكثر من الضربات البطنيه مع بقاء البي ار ثابت. البي ار عم يكون ثابت مثل ما عم نلاحظ. هون بي ار ثابت، هون بي ار ثابت، لكن كل موجتين كل موجه في عم طالع موجة كيو ار اس والموجة اللي بعديها بتختفي. إذا في ار ثابت ولكن مرة البي بتوصل إنه بتعمل كيو ار اس ومرة ما بتعمل، أو بيكون عندنا 2 لواحد أو 3 لواحد. 3 لواحد معناتها 3 ما قدروا يساووا وحدة قدرت تساوي مركب كيو ار اس بشكل عام. إذا هذا في عندي كيو ار البي ار ثابت بينما في اختفاء ثابت لأحد مركبات الكيو آر إس، إما بعد موجتين بي أو بعد موجة بي واحدة بشكل عام. هذا كان اختفاء كل تضامن تدريجي بعد الاختفاء. أما هلا لا، البي آر ثابتة ولكن في 2 لواحد معناتها 2 بي وحدة كيو آر إس، في 3 لواحد معناتها 3 بي عم بيكونوا وحدة كيو آر إس بشكل عام، اللي عم تقدر تنفذ من خلال المركب بشكل عام. هذا ممكن بقى نمط ثاني عم نلاحظه بشكل عام. على هذا عملت فيه ستريب على عدة اتجاهات بالبي واحد والاثنين والبي خمسة، وعملت فيه لاحظت انه هون تطاول تدريجي بالبي ار وحتى اختفاء مركب كيو ار اس بشكل عام. هذا هو الستريب اللي حكينا عنه. بنساوي عدة موجات، عادة بنساوي نحن بالاثنين، ولكن انا حبيت اني ساويه بهالاتجاهين هذول الاضافية. هذا الموبيل ستون مثل ما حكينا هو فيه دروب لإحدى الضربات، هذا بشكل آخر. هلا بدنا نشوف حصار القلب من الدرجة الثالثة. حصار القلب من الدرجة الثالثة ما في علاقة ثابتة بين بي وكيو ار اس. بي بتضرب لحالها وكيو ار اس بتضرب لحالها. يعني قد نلاحظ كيو ار اس 30 والبي إذا عديناهم بنلاقيهم 100.
أو إلى أي منصب دين. إذا لا يوجد علاقة واضحة بين مركب كيو آر إس ومركب والموجودين. هذا أحد التخطيطات الذي فيه حصار ألف تام مخطوط بشكل عام. لاحظوا مرة عم تظهر البي هون، مرة عم تظهر شوي قريب من مخطط قلب كهربائي، مرة عم تظهر بعيد عنه كثير، مرة عم تظهر بلزمه. إذا البي ما لا لها علاقة ذاتية مع مركب كيو آر إس. هذا ملخص حصار القلب التام. قد يكون بطيء وقد يكون يعني بطيء مثلا تحت 30 أو تحت 40، وهون نحن بدنا نركب له اسم هيك، وقد يكون بالستينات يعني، عرفتوا شلون؟ لكن الشيء المثالي أو اللي بوصفه أكبر توصيف هو علاقة بي وكيو آر إس، ما في علاقة ذاتية، ما عم نقدر نحسب على علاقة ذاتية، لا عم نقدر نقول تطور تدريجي، لا عم نقدر ثنتين بي عم يجي وحدهم بعد كيو آر إس، ولا عم نقدر نقول ثلاثة بي عم يجي بعدهم وحدة كيو آر إس بشكل عام. نوعين، اثنين لواحد او ثلاثة لواحد. لا، اول شيء ممكن فاخ، ممكن فاخ تطاول تدريجي للفاخ اختفاء كيو ار اس. لاحظ نرجع. هذا هو ممكن فاخ فرج. ممكن فاخ عم يكون تطاول تدريجي للبي ار حتى اختفاء كامل من مركب كيو ار اس. بينما بالموبيلز 2، موبيلز 2 ممكن يكون 2 لواحد او 3 لواحد. 2 لواحد معناتها في غياب ثابت بالمركب كيو ار اس. قد يظهر موجتين في بعضهم وحده فقط بتعطي كيو ار اس، قد يظهر ثلاثه في وحده معهم بتعطي كيو ار اس. اعتبارا من حصار الدرجه الثانيه من 2 لواحد او 3 لواحد، نحن صار القلب الثاني هو مركبة نبيس ميكا قبل ما في نبيس ميكا. لا مو دائم، هون دائم الحصار موبيل ستو دائم، ممكن باخ مو دائم، اما موبيل ستو دائم ثابت يعني نسبة ثابتة تدرج. عم تلاحظ انه كل تنتين بي عم تظهر بعض وحدة كيو ار اس، في احد المخططات كل ثلاثة بي بتظهر وحدة كيو ار اس بشكل عام. اما هون انا مثلا ما عم بقدر الاقي علاقة ثابتة او واضحة بين مركب بي وكيو ار اس. يعني انا دائما بالحصارات بدي اشوف علاقة بي وكيو ار اس، هذا الملخص اللي بدي احطه بذهني بشكل عملي. هلا بالنسبه للسرعات او التسرعات، اول هذه الاضطرابات بطء القلب الجيد. النبض القلبي عاده الصحيح والطبيعي الجيدي عم بيكون بين 60 و 100. بطء القلب الجيد معناته نظم جيد بمواصفات اللي هي انه منتظم، مركب كيو ار اس ضيق، البي علاقته واضحه بالكيو ار اس، البي شكلها الثالث اللي حكيناه مع بطء. يعني عندي انا سرعه اقل من 60. بنلاحظ هون اذا بدنا نحسب السرعه تفرجوا هذا وكبروا كثير 300 155 175 60 لحد 40، عرفتوا شو؟ بس ما له حصار قلب تام، هو بطيء كثير، ما له حصار قلب تام، علاقه بي مع كيو ار اس واضحه ولكن بطيء، عرفتوا شلون؟ ما بقول عنه غير بطء قلب جيد فقط. كل نظم هو طبيعي بكل مواصفاته هو مواطن جيد ولكن بطيء، سرعته اقل من 60 بنقول بطء قلب جيد. لاحظوا هون انا بدي احسب هالسرعه بين 300 150 100 مثلا 75 عم بيكون عاده تحت ال 60 بنقول عنه نظم قلب بطيء جيد. بنلاحظوا كثير بسيطره النظم غير الودي او عند الرياضيين بشكل عام. لاحظوا تسرع القلب الجيد ما فيه شيء الا انه اسرع من 100 ضربه بالدقيقه. اذا ما فيه شيء الا انه اسرع من 100 ضربه بالدقيقه. البي مثل ما عم نلاحظها هون مواصفاتها الاعتياديه الكيو ار اس الضيق ولكن سرعته اكثر من 100 ضربه بالدقيقه ومنتظم. ممكن باخ ما له منتظم.
الحصارات هذول الحصار ما بدش تكون منتظم ولكن واضحة اختفاء الكوارث. عرفتوا شلون؟ الحصار القلب كان ما له منتظم، ما في علاقة ثابتة بين بي والكوارث. ها بالنسبة للتسرعات، هلا في عندنا واحد شائع كثير اللي هو الرجفان الأذيني. الرجفان الأذيني أتينا واخترناه ودائما بنسأل عنه شائع وصاروخنا كثير. أهم تعريف له هو إنه عدم انتظام غير منتظم. هلا في عدم انتظام منتظم وين مرق معنا؟ بموبتس بممكن فاخر. هلا في عدم انتظام ولكن منتظم. كل ثلاثة بي عم تظهر تختفي وحدة كوارث ممكن فاخر. هذا قلت لك اما عدم انتظام غير منتظم، ما عم بقدر لاقي له ولا طريقه لحتى اني ادرسه بشكل عام غير منتظم غير منتظم. اول شيء في اختفاء بالموجه فيه. ما في موجه فيه بشكل عام واضحه، وهون الاذينه عم تكون جدار الاذينه عم يرجم سمعته للمركب كيو ار اس عم تكون عاليه بشكل عام اكثر من هي. احيانا بيكون نظام رجفان الاذيني مثلا اقل من 100، ولكن اهم شيء انا وقت بدي ادرس التخطيط بدي ادور على الموجه بي ما عم لاقي الموجه بي كما يجب. بلاقي نتشات صغيره مثل ما نحن ملاحظين، نتشات صغيره او ارتفاعات بسيطه على خط السوائل. الشيء الثاني انه من هون لهون غير من هون لهون غير من هون لهون غير من هون لهون. عدم انتظام غير منتظم عاده بيكون سريع. الأذيني ما عم تنبض إنما جدار الأذيني اللي هو عم ينبض بشكل عام. هذا رجفان الأذيني. وهذا اخترنا هالمخطط لأنه فيه موجات فيه غير نظامية أكثر من هذاك المخطط أوضح. عم نلاحظ المسافة بين كيو ار اس هون وكيو ار اس هون وكيو ار اس هون غير منتظمة أبدا. والموجات فيه ما عم نقدر نلاقيها بشكلها الصحيح. هلا شو فرقه؟ على حصار القلب التام، هذيك حصار القلب التام، إذا شفنا موجات فيه عم نلاقيها، ولكن على قدر المركب كيو ار اس غير واضحة وغير نظامية، أما هون ماني عم لاقي موجات فيه صحيحة، عم لاقي نتشات صغيرة وما عم لاقي علاقة ثابتة بين مركبات كيو ار اس مثل ما نحن شايفين. نقينا هذا المخطط وهذا المخطط وهذا المخطط كثير بنصادف رجفان الأذيني. هون مهم كثير انه نحن نبين المريض لانه الأذيني ما عم تتقلص بالشكل الصحيح، وبالتالي في ركود على جدارها، وهذا الامر بيؤدي الى الخثام وتاهب للخثام. كثير مهم اعرف انت اقرا رجفان الأذيني. اول شيء بالرجفان الأذيني بدي ميزه مثل ما قلت لكم عن حصار القلب التام. هذا بشوف في بيات واضحه ولكن ما في علاقه واضحه بين بي والكوارث. شيء ثاني انه السرعه بتكون مختلفه، هذاك سرعه الاخرى. هون عم نلاحظ ما في بي واضحه صحيحه كما يجب، ولا بنلاقي ولا موجه من موجات البي اللي لازم نشوفهم بشكل عام، معناتها ما في تقلص في الاذين كامل، ولكن عم نلاحظ مركبات الكيو ار اس مختلفه العلاقه مع بعضها بشكل عام. عندنا اضطراب نظم أخير بالنسبة للسرعات هو الرفرفة الأذينية. شوي هي بتلخبطنا مع الرجفان الأذيني. لكن ما يميز الرفرفة الأذينية إنه فيها موجات بي واضحة ومنتظمة وبسرعة عالية، بينما ما كلياتها بتعطي كيو ار اس. لاحظوا بهذا الشكل مثلا في عندي وحدة تنتين وبعدين مركب كيو ار اس. هون عم بيكون في عندي موجات بي متعدده مثل اسنان المنشار اللي بنقول عنها، ولكن لا يوجد مو كلهم بيؤدوا لكيو ار اس. هون بيكون الكيو ار اس منتظم ولكنه سريع اكثر من 100 ل 150 بسرعته، مثل ما نحن عم نلاحظ هون مثلا 150 تقريبا. نجي بندور على البي ما بنلاقي بي واضحه، بنلاقي نتشات صغيره على خط السواء هن الموجات اف بشكل عام. هذا اوضح هذا التخطيط لان عم بنفير ستريت. الاتريال فلتر هون مثل ما اتفقنا الكيو ار اس شو منتظمين. اذا فرقوا
انه انا عم لاقي بيت ولكن هالبيت واضحه ما مثل البيت الاصليه اللي انا بعرفها، مو اخذه شكل موجود فيه، ولكن موجودين منتظمين ولكن سرعتهم اسرع من مركب كيو ار اس. يعني مو كلهم عم يأدوا لكيو ار اس، هذول بيات ما لهم حقيقيات، ولكن في بعضهم عم يؤدي لحصول مركب كيو ار اس بشكل عام. هذا فيما يخص الاثريه الفلتات، هذا واضح كاثريه الفلتات. يعني في عندي انتظام بالكيو ار اس، لاحظوا فرق هذا مثلا عم تبع لجبان وثاني بشكل عام. لاحظوا هون ما في انتظام بالمركبات الكيو ار اس، بينما هون في انتظام بمركبات الكيو ار اس بشكل عام. على الموبيل ستور، موبيل ستور اتفقنا انه في موجه بي واضحه، ولكن موجتين بي طبعا. هلا شو؟ اتفرج على هذا المخطط، واتفرج على هذا المخطط. هذا موجه بي صفاتها النظاميه عم تطلع، موجه بي ثانيه عم تطلع، لكن موجتين بي طبيعيات بيطلع بعض مركب الكيو ار اس. كمان في واحد ثاني ثلاث موجات بي طبيعيات، يعني البارسل تبعه واضح في كانه هون. إذا قست الباصل بين هون وهون عم لاحظ إنه في موجة ضايعة على الكيو ار اس، أما هني تفرج هذا مثلا الرجفان، خلينا نشوف الرجفان عم لاحظ البي ماله مثل البي هذيك، بي ماله مثل هذيك البي، نتشاف صغيرة على خط مستوى. شيء ثاني الكيو ار اس ماله منتظمين، عرفت شلون؟ لاحظ عن الرغبة البيات صاروا اوضح من تبعوت الرجفان، ولكن ماله مثل البي النظاميه. بيات صغار عم يكونوا اثنتين او ثلاثه سريعات، ماله بالسرعه الاعتياديه مثل الموبيتشات، سريعات. هون بيميز انه البي سريعه، البي عم تكون 250 ل 300 اذا قسنا عدد البيات بسرعتها، بينما الكيو ار اس 150 ل 200. هلا بنرد من عندهم طريقه ثانيه، بس بدنا نشوف شغلتين هن خارجه الانقباض المتدينه وخارجه الانقباض المتدينه، ونشوف الفرق بيناتهم بشكل عملي. خارجه الانقباض مثل ما اتفقنا هي ضربه عم تيجي من مكان خارج العقده الجانبيه المتدينه، قد تكون في المتدينه بتعطيني فيه عادة غير طبيعية، وعم بيكون في عندي هون أنا فترة معاوضة كاملة. يعني إذا نست المسافة عم بيكون في عندي مسافة بتعرف بين مركبات الكيو ار اس بشكل عام. لاحظوا هاي ضربة نظامية، ضربة نظامية. إذا إجينا بين هون وهون هي ضربة ما لها نظامية، هالبي هاي غير هالبي هاي، إذا هالبي غير هالبي، هون نفس الشيء ضربة غير نظامية. ما يميزها انها أذينية انه المركب كيو ار اس ضيق، عم ياخذ الطريق الطبيعي للنزول عبر مخطط كيو ار اس. عرفتوا كيف علي؟ هي الضربة الأذينية. إذا الضربة الأذينية ضربة عم تطلع من مكان ما في الأذينة غير العقدة الجانبية الأذينية، عم تيجي مثل ما اتفقنا من فترة العصيان النسبي وليس العصيان المطلق. يعني بعد ما تخلص المرحلة الثانية أو النص الثالثة من مرحلة كامل الفعل للخلية العضلية القلبية بشكل عام. الضربة هي عم تيجي بي، البي ما لها البي الأصلية، والشيء الآخر طبعا بيكون وراها فترة معاوضة كاملة، يعني لحتى المسافة بعد تقريبا بين هون وهون، والشيء الآخر إنه هالضربة هي عم نلاحظ الكيو ار اس طبيعي ضيق، لأنه عم ياخذ المسار الطبيعي لمركب الكيو ار اس من خلال حزمة هيس ونزولها إلى اليابان.
لاحظوا الضربة البطينية كيف فرقها. الضربة البطينية مثل ما نحن عم نلاحظ انه ما لها فترة معوضة كاملة. والشيء الاخر عم نلاحظ انه مركب الكيو ار اس عم يكون عريض ومشوه لانه عم ياخذ مكان غير المكان النظامي لينتشر. وقت عم ينتشر هون عم ينتشر من جدار البطين ولكن ما عم ياخذ طريق حزمة هيلس للانتقال بشكل عام. هاي ضربة بطينية، هذيك ضربة بطينية. عرفتوا كيف علي؟ إذا فترة المعاوضة غير كاملة ومركب كيو ار اس عم يكون مشوه وعريض. مثل ما عم نلاحظ هالمركب كيو ار اس هالمركب كيو ار اس وعم يتمتع فيه بشكل عام. أحيانا ما نلاحظ لأنه عم ينبض من ليف بطيني مهلي مثل هذاك المركب اللي شفنا فيه فيه عم يصير بشكل غير نظامي بشكل عام. رح ناخذ هالمخطط هذا المخطط اذا انا بدي اشوف تخطيط قلب فيه خلل ما. فبنشوف هالمخطط هذا ممكن تستخدموه هلا ممكن تستخدموه بعدين ممكن تاخذوه بعين الاعتبار لكل الطلبات اللي في شيء ما له معنى هون في شيء لا. قال انا اول شيء بدور على الموجه دي. اذا لقيت الموجه دي فاذا كان بدور على علاقتها بالكيو ار اس، اذا كانت علاقتها بالكيو ار اس صحيحه فانا بقيس البي ار. اذا كان طبيعي فانا امام موجه. اذا كان متطاول فانا امام واحد قوي بلوك حصار درجه اولى. طيب اذا كانت البي موجوده ولكنها ابنورمال، اذا كانت ابنورمال البي موجوده ولكنها ابنورمال فانا امام احد شغلتين. الشغله الاولى هي اللي حكيناها بالكتر او الفلكر اللي حكيناه انه هو الرفرفه، فبتكون سرعة الموجة دي هون حوالي 300 في الدقيقة. فأعطيكم إياهم كل المخططات. كل المحاضرة هلا بعطيها حتى تصوروها تسووا فيها شو ما بدكم. في فعاليين. في عندي أنا إذا كانت البي ما أخذنا هذا نظم وصلي بنسميه، إذا كانت البي مقلوبة فنحن أمام نظم وصلي عم يطلع من الوصل، ما أخذناه بعين الاعتبار، هذا بتكمله بعدين كل الفلتر. طيب هلا خلينا نكمل هون. قال مثل ما اتفقنا عن علاقة بي وكيو ار اس، إذا كانت العلاقة بين بي وكيو ار اس مو كما يجب، فإذا هون بندور على حصار درجة ثالثة أو حصار درجة ثانية، ومواصفات هون. حصار الدرجة الثالثة ما في علاقة واضحة بين بي وكيو ار اس، حصار الدرجة الثانية اتفقنا. كل تنتين بي او كل ثلاثة بي بيطلع واحد بكيو ار اس. طيب اذا كانت البي ابدا ما لها موجودة هون بنطلع على المركب كيو ار اس بشكل عام. اذا كان المركب كيو ار اس ضيق فانا امام، اذا كان ارجيولر فانا امام رجفان اذيني. إذا كان ريجيولار هذا كمان ما أخذنا بعين الاعتبار مشان ما نخربطكم، هو النظم الوصلي. إذا كان المركب كيو ار اس عريض فإذا كان النظم ريجيولار فأنا أمام بطيني، إذا كان ريجيولار فأنا أمام رجفان وذيني مع زوقان بطيني، كمان هذول بالكم فيهم بعين الاعتبار. إذا كان المركب كيو ار اس ما له موجود فأنا أمام بي اف أو رجفان بطيني. انتوا خذوا هذا المخطط وحطوا بالاصفر، شاطرين هذا الاصفر والبرتقالي، حطوا بالاصفر على الشغلات اللي اخذتوها، عرفتوا كيف علي؟ ورجعوا فيهم برجوع. انا بحب هذول المخططات في كل شيء. يعني مثلا هلا انا لازم يخطر ببالي شوف شغله انه يخطر ببالي مخطط معين امشي فيه. ما اكون قايم على الرسمه الرجليه، عرفتوا كيف؟ فانا امام مخطط. مثل ما اتفقنا بنشوف البي موجودة غير موجودة، شاذة غير شاذة، علاقة بالكيو ار اس. على سبيل المثال بنحكي عن عرض بيخطر ببالنا بتجينا كثير صداع. اجاني صداع، واحد عنده صداع ما له بدل، هذا ما له علاقة بالكلام. اجاني واحد عنده صداع، إذا بدي أعرف أسباب الصداع العصبية والعائلية والنفسية وهي بيطلع عندي 20 سبب، لكن أنا بالإسعاف ناوي
جاني حدا عنده صداع، إذا بدي استعرضهم كلهم هدول ضل الصبح بشوف بيساوي بتفعل الشغلات الإسعافية، الصباح في شغلتين إسعافية، ارتفاع الضغط الشرياني والتهاب السحابي. بعدته ببعثه عن طبيب عصبي هو يشتغل في ساعتين ثلاثة أو يعمل له صور أو ما شاء الله، عرفتوا كيف علي؟ عندي ألم بطني، في شيء قدامي إسعافي، بتكون متوجه لوين؟ في مخطط، حطوا بالكم هذول المخططات، إذا أتيحت لنا الفرصة عندنا مخططات لكل الأمراض عارفينه بالفرنسي، بدنا نترجمها للعربي ما عندنا وقت في عندنا حدا ممكن نشتغل معه، عرفتوا كيف؟ كل الأمراض خدمات بطرق بين السفلية، غياب مرض، كل هالشغلات عندي شجرة تمشي فيها مخطط معين. هذا هو المخطط اللي نحن بناخذه بعين الاعتبار بشكل عام. الشيء اللي انا حطيت لكم بها حسابات القلب كلياته مع بعضه حتى تيجوا تقارنوا مثلا حصار الدرجه الاولى مثل ما اتفقنا انه بيكون البي ار طويل وابدا بيكون منتظم، حصار الدرجه الثانيه اتفقنا انه الغياب التدريجي التطور التدريجي للبي ار حتى غياب مركب اليو ار اس هذا اللي عم نحكي عنه بكبار. اثنين لواحد لاحظوا اثنين عم بيجي بعدهم واحد كيو ار اس بشكل عام. حصار الدرجه الثانيه عقب الثالثه عم بيكون ما في علاقه واضحه بين البي والكيو ار اس. هون البي بعيده هون اقرب للكيو ار اس، هون في بي ثانيه عم تسبقها، اذا لا يوجد علاقه واضحه بين البي وكيو ار اس. هذول حصارات الاقسام ما اعطيناهم اياهم، ان شاء الله تعطي هذه الفرصه فيما بعد نحكي عنهم بشكل عام بشكل عملي. ان شاء الله. هدول كمان الافي بلوك بطريقه ثانيه هم حاطينه وحاطين المركب شلون حتكون حصار فيه بشكل عام. الاولى تطور بي ار، الثانيه 2 بي وحده ار، والثالثه ما في علاقه واضحه بين مركب بي وكيو ار اس بشكل عام. عم بيكون عندنا كمان هذا المخطط حطه بطريقه ثانيه لكم اياها اللوحه هاي محتفظ فيها بشكل عام. وهون حطيت اضطرابات النظر ملخص صغير عنهم، هذا ممكن يحط الواحد قدامه ويضلمه على طول اللي هو الاتريال فيبريليشن شو فيه، الاتريال فلتر شو فيه، والفلتر والفيبريليشن. لاحظوا الفيبريليشن دائما انا بذكر انه ما في فيه والمخطط غير منتظم، لاحظوا بالفلتر عم بيكون في بيات صغيرة سرعتها بين 250 و 300 ولكن عادة عم بيكون في عندي ما يسمى الموجات بالشكل هذا أسرع، طبعا هذا سريع 150 تقريبا بالكتر والبيات عم تكون 2 ل 3 أضعاف سرعة الكيو ار اس. ما تاخذوا الاتريال تكيكارد ياخذوا السينوس تكيكارد اللي اتفقنا انه في عندي انا في واضحة ولكن النظم سريع بشكل عام. هذا هو الرشفان المطيب، لاحظوا ما في كيو ار اس ولا في بي. أهم شيء بالرشفان المطيب إنه ما في كيو ار اس واضح. يعني ما في كيو ار اس ولا في بي بشكل عام. هذا كل اضطرابات النظم اللي بتاخذوا الشغلات اللي أخذتوها واللي مطلوبة منكم اللي حكيناهم في بداية مخطط تبعنا بشكل عام. هذول اضطرابات الخوارج